راح ترحلين امتحانات وانا رجل ما اقدر امشي منها. ابوي ايش بيدي عليك؟ جد رجال كبير ما يقدر يشتغل واحنا يتامى. تعيني عليك يا ابوي، تعال اطلع وشوف حالتي. كوي لا تضوج، الله موجود ويباوع لنا. يا الله. ها جدو، بش رجلك شلون صارت؟ بعد توجعك؟ جدو ليش ما راح الامتحانات؟ كل واحد الامتحان ما عنده. جدو مو هذا مستقبلك، ليش مالك واهيس؟ جدو كل واحد مالي الامتحان مو رجل اخويا. جدو ان شاء الله طيب رجل اخوك روح الامتحانات هذا مستقبلك، ورجل اخوك لفيت هاني وراح اصير زين ان شاء الله. جدو انا سامع المكسوره رجلي مو يلفونها ببصله يسبوني. جدو ما عاد منين اجيب فلوس؟ ترى ما عاد داخلك المستشفى يا جدو. جدو يلا روح الامتحان، توكل على الله، قول يا الله وروح. يلا صار جدو. أنا شو اللي بالدراسة ذا أخويا مريض؟ جدو هاي الوصلة ما تسوي شيء إذا مو دكتور. جدو طيب هلا فيت هيك وإن شاء الله تصير زينة بعد جدك. هسه تصير زينة وظل تمشي وكل شيء ما بيك. يلا بس تدوس عليها. يلا بعد جدك هسه ها؟ ما راح أجيب لك هاي، عندي 1000 راح أجيب صندوق ماي وأبيعه وأجيب علاج لأخوي. عمو السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا. أخذ من صندوق ماي. أخذ من البرا. اليوم امتحانات راس السنه، والله خطيه هاي. بارد مي بارد مي بارد. معقوله هاي الطفله لو ما ربيها موقف، لو الحاله المعيشيه تعبانه عندهم، خلنا نشوفها واتاكد من يمه. السلام عليكم عمو. مي بارد. وعليكم السلام. عمو عاد اقعد يمك واخذ شويه ثواني من وقتك. تعال عمو تفضل اقعد. عمو اريد اسالي السؤال. عمو قول. عمو اليوم امتحانات نهايه السنه وشوفك كاتبه كتابك بيدك وتبيعين مي، ليش؟ اوف يا عمو الظروف تحكم، واخويا مريض ورد اجيب له علاج. أنا قلت هاي الطفلة لازم ما أعرف فيها شيء، هل تبيع مي وكاظة كتابها بيدي. شو تسوي يا عمو؟ هاي ظروف يا عمو خربيها من الدنيا. عمو إذا أعطيتش فلوس علاج لأخوك ترحين للبيت وما تبيعين مي وتروحين لامتحانك؟ يا عمو أروح. السبوعة يا عمو هاي 50 جيبي لأخوك علاج ماشي عمو، وانتبه على دراستك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.